خمس اسئله لازم تعرفهم قبل ما تشتري البلاي ستيشن 5 برو. اخيرا البلاي ستيشن 5 برو نزل واقوى بكتير جدا من البلاي ستيشن العادي، لكن هل فعلا يستحق ان انت تشتريه؟ خلينا نشوف مع بعض. سوني نزلت البلاي ستيشن 5 برو ب $700، يعني اغلى بكتير جدا من النسخه العاديه اللي هي ب $450. السؤال هنا بقى، هل القوه الاضافيه دي تستاهل كم الفلوس الزياده دي؟ القرار هنا بيرجع ليك. كم هم عدد الالعاب اللي فعلا هتستفيد من قدرات البلاي ستيشن 5؟ العاب زي سبايدر مان 2، ألان ويك 2 جايين بترقيات قويه جدا للجهاز، بس هل ده كفايه؟ وهل ده يجبرني ان انا اشتري الجهاز؟ هل هنشوف دعم للالعاب القديمه زي ما سوني وعدتنا؟ العاب البلاي ستيشن 4 ممكن تستفيد فعلا من قدره الجهاز، وخصوصا بميزه البلاي ستيشن 5 برو جيم بوست. انتوا عارفين ان الهدف من البلاي ستيشن 5 برو انه يخلصك ما بين الاختيار ما بين الاداء والدقه العاليه، فهل فعلا ده هيحصل ولا هنفضل في نفس الدوامه؟ هل سوني هتقدر تبيع البلاي ستيشن 5 برو زي ما عملت مع البلاي ستيشن 5 العادي، ولا هنتفاجئ بمبيعات ضعيفه زي اللي حصل مع البلاي ستيشن في ار 2؟ شاركونا برايكم في التعليقات، هل لازم الواحد يعمل ترقيه للبلاي ستيشن 5 برو ولا لا؟ سلام.